كريس ميرفي سيناتور ديمقراطي. عندما يتعلق الأمر باستراتيجية مصر لحقوق الإنسان، لنكن واضحين، الاستراتيجية لا تتضمن خطوات ملموسة. النظام الجنائي المصري بحاجة إلى إصلاح منهجي وليس مجرد حبر على ورق. تحجب إدارة بايدن 130 مليون دولار من المساعدات الخاصة بالأمن ومكافحة الإرهاب عن حلفائنا المصريين بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان في مصر، كما تزعم الإدارة. كما تطالب الإدارة أيضاً بإطلاق سراح سجناء في مصر دون أن تعلن عن أسمائهم، لأنها لا تستطيع الدفاع عنهم أمام الأمريكيين، لأنهم جميعاً أعضاء في منظمة إرهابية هي جماعة الإخوان المسلمين. في ظل إدارة أوباما، عززت الولايات المتحدة مراراً وتكراراً وبشكل غير مفهوم جماعة الإخوان المسلمين التي دافعت علناً عن الإرهاب ضد الولايات المتحدة. تم تعزيز هؤلاء المتطرفين على حساب الحلفاء العرب المعتدلين، وهم يضللون الناس باستمرار بشأن أهدافهم. دعوني أقول أولاً إن توقف الإدارة عن تقديم 130 مليون دولار إلى مصر يتماشى مع قوانين أقرها الكونغرس. أما بخصوص السجناء الذين تريد الإدارة أن يتم الإفراج عنهم في مصر، فقد قدمت لائحة بأسمائهم للجنة الشؤون الخارجية. سواء كنا متفقين أو مختلفين بشأن جعل لائحة الأسماء سرية أم لا، لكن اللائحة تم تقديمها لنا وهي متاحة لأعضاء هذه اللجنة.